بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. And a very good afternoon to all of you. إن شاء الله اليوم حنبدأ في محاضرات الـ Oral Presentation المتعلقة في مادة Dispensing. العنوان الأول هو عبارة عن Frame Types and Parts. حيكونوا مع الطالبات هبة أبو هلال وآية المدهون وفريال الصبيح ورشا أبو محسن. طبعا اليوم حيتكلموا في كل اللي هو تفاصيل الفريم تايبس بالإضافة ل اللي هو البارس. بنتمنى إن شاء الله وقت اللي هو ممتع مع الطالبات، وحنعمل بعد ما ننتهي إن شاء الله من الأورال بريزنتيشن ديسكشن يكون إن للجميع لتعم اللي هو الفائدة. تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. Today we are talking about frame types and parts. The optometrist هبة أبو هلال، آية المدهون، رشا أبو محسن وفريال الصباح. إشراف دكتور محمد الجروشة. بداية رح نحكي عن تعريف الفريم. A device for holding ophthalmic lenses in the proper position of the lens of the head in front of the eyes. الفريم هو عبارة عن portion of the spectacle بيحمل العدسات اللي بيعملها اللي فيها الكوركشن الصحيح اللي بيعملها الاوبتومترس بناء على الريفراكتيف ايرور بيكون عند البيشنت. ولازم يكون الفريم في موضع مناسب امام عين المريض. اي فريم متعارف عليه بنقسم الى two parts. الفرونت والتمبل. الفرونت هو عبارة عن الجزء الأمامي من الفريم، بيكون بعدة أشكال، ممكن يكون دائري وممكن يكون مربع، ومسمى بالتشيسز اللي هو الهيكل العام للإطار. يعني لو شلنا العدسات بيكون بس إنه هيكل يعني. أما التمبل بيكون جالس على الأذن، بيحمل الهدف منه إنه عشان يحمل العدسات ويخليها إن فرونت بين شطاي. الفريم فرونت. الفرونت بتكون من عدة مكونات. أول إشي تكون من البريدج، هاي البريدج هو عبارة عن أريا بتوين تو لينسز، هاي بيكون بتوين تو لينسز بربط العدستين مع بعض وبيكون وبجلس على الأنف. الإند بيسز اللي هي عبارة عن المنطقة الخارجية من الفريم بتكون محاطة من جهة الرايت ومن جهة الليفت. أما عندنا النوز باتس، النوز باتس هنتكون هي عبارة عن قطعة بلاستيكية بتضغط على الأنف، تعمل على سبورت لللينسز، والهدف الرئيسي منها عشان إنه تعمل إنه يخلي العدسات أمام عين البيشنت. أما الشيلد، الشيلد هنا غالبا هي بتكون يعني بتكون في معظم الإطارات مش بكلها، بتربط بتمسك المفصل بتساعد إنه تخلي الإند بيسس مرتبط بالتمبل. غالبا بيستخدموها حاليا صاروا ككوزماتيك يعني كناحية جمالية مش لإشي أساسي كتير، وبتكون بتشبه المسمار. تمام. نيجي للهنجز، مش مكتوبة هنا سنة. بمسك مفصل الهنجز هو بمسك التمبل، بتكون من عدد فردي أود نمبر، بيكون 3 أو 5 أو 7. تمام. الفريم تمبل بتكون الفريم من جزئين، من الفريم ومن الماونتنج. الماونتنج هو بيكون هاف ريم يعني نصف اطار، والفريم بتكون من فول ريم. الماتيريال بتكون منها الفريم بتكون من الميتال، بلاستيك، نايلون كورد كومباينيشن، والبل جريب، وهالف اي والريمبس. هذه انواع. نبدأ من أول نوع من الفريم تايبس اللي هي الماتيريال مع البلاستيك اللي هي الشيل فريم. أول إشي زمان قديما كانوا بيستخدموا ظهر السلحفاة لصناعة الفريم اللي هي تورتويزا شيل. بعدها بفترة اكتشفوا مادة الزليونات اللي هي سليلوز نتريت. اكتشفوا بعدها إنه هي عبارة عن هاي الفلاميبل، قابلة جدا للاشتعال. بعدها إنه خلاص اختفت صار الهادسيوز. بعدها بفترة كبيرة اكتشفوا السليلوز أسيتات، هي مادة استخدموها في صناعة الفريم بلاستيك، يعني خصائصها أحسن من الباقيين. بعدها الآن بيستخدموا أنواع كثيرة من المواد لصناعة الفريم بلاستيك. أي شركة حاليا صارت بتقدر تتعرف على أنواع البلاستيك المكونة منها من الفريم. تمام. الخصائص اللي بتكون الخصائص بتميز فيها البلاستيك، تيرمو بلاستيك والتيرمو سيتنج. يعني اي لو انا بدي اسخن البلاستيك او بدي ابرده
البلاستيك مش هيفقد خصائصه ابدا، هيضله زي ما هو بدون ما يفقد البلاستيكية تبعه. تاني نوع من الماتيريال اللي هي الميتال. الميتال يكون كل الاطار ميتال، ما عدا النوز بس اللي بتكون هان، والتمبل غالبا بيكونوا بلاستيك عشان نتلاشى الالرجيك اللي ممكن تحدث للبيشنت. وبيكون الريم تبعه هانا كله محيط بالعدسه كومبليتلي اراوند لينسز. وي ويل كونتينيو وذ راشا. الان هنتحدث عن النايلون كارد فريم. هو له مسميين تانيين، اما سترينج ماونتد او نايلون سوبرا. الان هاي شكل نايلون كارد، بيحمل اللينس بيكون على الحواف في نايلون، بيبين كانه ريمليس كانه بدون اطار. يوزوالي ذا توب اوف لينس ابر ريم اوف ذا فريم، التوب اوف ذا لينس الاعلى بيكون في عندي ابر ريم. The arrest of lens small groove in a flat edge. بتكون فلات عشان نتجنب انه المريض ينجرح. هلقيت الكومبينيشن. الكومبينيشن فريم بتكون من ميتال وبلاستيك. الميتال التشيسس الهيكل، والبلاستيك التوب ريم والتمبل. هاي ها هلقيتها. الكونستركشن لقلها انه التوب ريم حيكون ايش؟ بلاستيك والتمبل، اما الاي وير والبريدج حيكونوا ميتال. هلقيتها الهاف اي. الهاف اي ار فريم ميد سبيشالي فور جست نيد ا ريدنج كوركشن. هاي الفريم حيكون نص الهاي للعدسه النورم العاديه، وهو بيستخدم بالغالب للريدنج. احيانا نادرا انه يستخدم للديستانس، ولما بدي استعمله للقراءه بطلع من تحت العدسه، وهو النوع الوحيد اللي ممكن انظر من فوق العدسه، وهو برتاح اكثر نوع برتاح عليه الانف، يعني بتثبت عليه. الريمليس ماونتنج هلقيتها العدسات تحمل تثبت بدون اي ريم او نايلون كورد. هولد ذا لينس اما بسكرو او سيمنت او كلامب او بلاستيك بوست تثبت. هلقيت اسمها 3 بيسز ماونتنج، لانه لو انا شلت العدسات حيكون عندي 3 مناطق، هنا البريدج و 2 تمبل. سيمي ريمليس ماونتنج سيميلر تو ذا ريمليس اكسبت اوف ميتال رينفورسمنت ارم. هو بيشبه الريمليس لكن في عندي ميتال رينفورسمنت ارم، هيها بتثبته. فولو ابر بستيريور سيرفس اوف ذا لينس، تتصل من السنترو بيسز للاندو بيسز، من هنا لهنا. والسنترو بيسز ماونتنج بتتكون من 3 اشياء اللي هي البريدج هيها، والباد ارم هذا الارم، والباد هيهم. النيومنت ماونتنج هو بيشبه الريمليس لكن هنا العدسة بس مكان واحد هو اللي بيحمل العدسة من منطقة النيزالي، اما من منطقة التيمبورالي حيكون ميتال، يعني ايش بس هو منطقة واحدة هي اللي تحمله. الباليجريم ماونتنج سيكشر ليس كليب اتاشت تو ابار اوف تنسل ستيل. هلقيتها هو كيف؟ هو بيتثبت عن طريق ملاقط. هذا الملقط بتصل مع ايش؟ مع قطعه من الفولاذ عند منطقه النيزلي. اما عند منطقه التمبورال في علاقات بتصل فيها التمبل، وهو لهذا السبب ممكن ازيل بسرعه العدسه، ازيلها عن طريق ازاله الملقط الموجود في الباك سيرفس للعدسه. ولهذا السبب يستخدم في عده استخدامات، ممكن احط اكثر من عدسه في نفس الفريم، ممكن احط سان جلاسز او سبيشال بيربس لينسز وهكذا. كونتينيوس وذ فريال. ماي نيم از فريال. اي ويل توك اباوت بريدج كونستراكشن. البريدج كونستراكشن يعني صناعه الاطار تبع البريدج اللي هو الديستنس بتوين لينسز.
البريدج كان بي اللي هو because the variety of the shape of nose يعني من شخص لآخر, فعندك أشكال مختلفة لصناعة البريدج. من السهل جدا أن تلاقي بريدج مناسب لأنف المريض, ولكن العملية الأدجسمنت to this part of the frame is very difficult. فالبريدج ممكن يكون اللي هو بلاستيك أو ميتال. البلاستيك بريدج في عنا 3 types of plastic bridge: صدل بريدج والموديفايد صدل بريدج والكي هول, هنتحدث عنهم بالتفصيل. بالنسبة للميتال بريدج, الباد بريدج والكمفورتابل بريدج. هلأ الإطار البلاستيك بريدج بيتم تجهيزه بشكل انه يكون set on the nose, تمام. البريدج كمان اللي هو هنحكي عن اول نوع, السد البريدج. السد البريدج زي هيك بيكون عندك smooth curve, واللي هو بتبع اللي هو البريدج اون ذا نوز, يعني بيرتاح على الانف, تمام. هذا النوع الميزه تاعته انه بيعمل على توزيع وزن الفريم about the two side of the nose and the crest اللي هي العظمه اللي بتكون عند الانف هاي, فبيعمل على ايش توزيع الوزن. النوع الثاني اللي هو الموديفايد سدل, هو ايش بيشبه السدل لايك من الفرونت فيو ما بتقدرش تفرق بينهم, ولكن في الباك فيو بتلاحظ انه ايش السدل الموديفايد سدل من منطقه النوز باد بتكون هيك تقارب بين العدسات, فاللي هو الاختلاف يعني في منطقه في النوز باد في الباك فيو. وهذا النوع البادز هم اللي بيعملوا على حمل وزن العدسات او بيساعدوا في حمل الوزن للاطار. النوع الثالث اللي هو الكي هول اللي بيشبه اللي هو المفتاح القديم زي ما انتم شايفين, اللي هو ايش الاولد فيشن كي هول. ات ذا توب من المنطقه العلويه في عندنا من هان المنطقه العلويه ايش ما بيكون في احتكاك مع الكريست, ام وميزته ايضا انه هو بيعمل على بيحمل برضه وزن العدسات على النوز, ولكن نوت اون ذا كريست. هلا خلصنا من البلاستيك بريدج, في عنا الميتال بريدج. من اسمها الميتال بريدج اللي هو بتكون الميتال فريم, يعني في الميتال فريم. فالميتال بريدج بتكون موجوده في الميتال فريم. اشهر نوع او الموست كومون اللي هو الباد بريدج. الباد بريدج هاد بيكون ايش بيكون في نوز باد. النوز باد هاي بتكون مرتبطه مع الفريم من خلال اللي هو ايش الميتال باد ارم, تمام. هلا في نوع من الاطارات بيكون مجهز بحيث انه ايش البريدج بيكون بلاستيك سدل تايب, اما الباقي الاطار بيكون عباره عن ميتال. فهذا النوع بنسميه الكومفورتابل بريدج, بيكون هيك مريح للمريض, تمام. هلا الاند بيس كونستراكشن, الاند بيس كونستراكشن لايك ذا بريدج كونستراكشن كان بي ايذر بلاستيك اور ميتال. البلاستيك اند بيس الموست كومن فيها اللي هو البوت تايب, في عنا 3 تايب, البوت تايب والمترو تايب والترم باك تايب. البوت تايب بيكون عنا اللي هو الفريم فرونت بتكون ستريت اند تمبل بوت, هاي الجزئيه بتكون فلات, فالفرونت ميت ذا تمبل اد 90 ديجري انجل, بيكون 90 الزاويه بينهم 90 درجه. اما النوع الثاني اللي هو الميتيور تايب, الفريم فرونت ميت ذا تيمبل الزاويه بتكون 45 ديجري انجل. بالنسبه للنوع الثالث اللي هو تيرن باك تايب, هذه الزاويه ما بين اللي هو الفريم فرونت اند ذا تيمبل ميت اند تو اند, يعني نهايه التيمبل مع نهايه الفرونت هيك بتقابلوا مع بعض, تمام. هذا بالنسبه للبلاستيك اند بيس. بالنسبه للميتال اند بيس, الميتال اند بيس التراديشنال ميتال اند بيس هاز ا كونستراكشن سيميلر تو ذا تيرن باك. هذا التراديشنال اند بيس بيشبه اللي هو النوع الثالث من البلاستيك اند بيس اللي هو التيرن باك اند بيس. الاند بيس ار اولسو نوتيسابل باي ذير ابسنت, في بعض الاحيان ممكن انه يكون الاند بيس مش موجوده في الفريم. في هذه الحاله الفريم فرونت بتكون مع التيمبل عباره عن جزء واحد او قطعه واحده. Some frame front and timble are made as one continuous pieces, بيكونوا عباره عن قطعه واحده. شكرا. We'll continuous with you. Hello everybody, my name is Hiba Buhlan. Today I'm gonna talk about timble.
عندنا تعريف التمبل، تمبل هوك اوفر ذا ايرز تو هيلب هولد ذا سبيكتكل ان بليس، معناته انه التمبل هو القطعه هاي تكون امتدادها لعند الاذن تساعد انها تحمل لي العدسات اللي بتحمي الوصفه الطبيه صحيحه امام نظر البيشنت. عندي هنا اجزاء التمبل، اول شيء البوت بورشن اللي هو portion of the temple that is nearest to attach the front، هي الجزء او الاتاشمنت الاقرب للفرونت شيسز، نقدر نقول انه هي هنا موجوده. تمام، عند البند، البند بلاست اون ذا تمبل وير اتس فيرست بند داون تو جو اوفر ذا اير، هي الانحناء هذا اللي هو بيروح يعني اول شيء خلف الاذن. تمام، عندي الشافت او الشانك اسم ثاني، the portion of the temple between the butt and the bend، هو الجزء اللي بيكون ما بين البوت والبند اللي هو هذا الجزء. اخر شيء عندي الاند بيس اللي هو لها اسم ثاني الكيرن، اللي هي portion beyond the bend and behind the ear، هي الجزء اللي بتكون خلف الاذن والتاليه للبند، هاي البند التاليه لها وخلف الاذن. عندي التمبل كونستراكشن، اول شيء عندي السكال تمبل لايبرري كونفرتبل ريدنج بول كومفورت كابل تمبل. السكال هي شكله، عندي اللايبرري الريدنج الكومفورت الكونفرتبل. الحين نتعرف على كل واحد على حده. اول شيء السكال تمبل، the bent down portion behind the ear is narrowest at the top of the ear and widest toward the bend، هي الجزء او الانحناء للاسفل خلف الاذن، هو يعني اكثر شكل مستعمل عندنا من التوب، من التوب بتكون رفيعه مقارنه بالبوتوم لإلها، بتكون رفيعه وبتبدا انها تعرض لعند البوتوم. اللايبرري تمبل يوجوالي بيجين ويذ ان افريج ويث ات ذا بوت اند ديكريز ان ويث بوستيريرلي، هيها هنا بتكون البدايه، هنا البوت وهنا النهايه، بتكون من عند البوت بتكون عريضه، وكلما اتجهنا للخلف ناحيه الاند العرض تبعها بيقل. The other name لإلها straight back temples، من ناحيه عمليه هي بتحمل العدسات بشكل مستقيم امام نظر امام عين المريض عشان تحملهم يعني بموقع ممتاز. الconvertible temple الاوريجينال ديزاين لها السكالتن بيل، النشأة تبعتها الأساسية من السكالتن بيل، converted from the straight back to the skull design، ممكن أحولها أو أغيرها من شكل مستقيم، ممكن أحولها للسكال اللي هي فيها الانحناء. It is very style to fit people with a variety of temple length requirement، هي عديدة الاستعمالات وعديدة الأشكال، ليش حملوها هيك؟ عشان تناسب التيمبلز اللي مطالبها المريض بالطول المناسب لإلها. If the bend is in the wrong location the temple may be easily straightened out and then re-bend to fit the wearer، إذا كان الانحناء هذا بالموقع الغلط للمريض بيقدر المريض إنه يعملها مستقيمة تاني ويرجع يحنيها على حسب ما هي بتناسبه وهو كيف مرتاح معي عليها. Modification. Riding bow temple الكيرف اراوند ذا اير وير ذا اير اند ذا هيد ميت، هو الانحناء بيكون خلف الاذن في النقطه اللي بتتقابل فيها الاذن مع الراس وبيمتد لعند الاير لوب اللي هي شحمه الاذن. They are safety frames and use in children، هي اطارات امنه وبتستخدم مع الاطفال زي ما احنا شايفين، هيها بتكون فيها انحناء لعند لما تصل لعند شحمه الاذن. اخر شيء معنا الكومفورت كابل تمبلز أرشيب the same as riding bow، إلها نفس الشكل في riding bow، لكن الاختلاف الوحيد بينها إنه في عندي metal construction with the curl. الكورل هي الاير بيز، في قطعة معدنية مرنة بتكون محطوطة فيها عشان تريح المريض ما تجرحوش، اسمها هاي flexible coiled cable. الفريم ممكن نعملهم coloration تلوين. البلاستيك فريمز عندي بتتقسم الى vertically و horizontally. vertically darker all the way across the top including the bridge and is lighter across the bottom. شوف صورتها،
هاي الفيرتيكالي شايفين عندنا التوب باحتوائها للبريدج اللون، لما كلما اتجهنا للبوتوم اللون بتغير. هاي عندنا المثال الامثله هاي الهوريزونتالي darker at the temporal portion and lighter toward the central area. نشوف هاي الهوريزونتال، هاي منطقه التمبورال هي يعني اكثر داركر، كلما اتجهنا للسنتر اللون صار عندي فاتح اكثر. في عندي ستوليد فريمز all have the one color، وعندي الكلير بريدج فريمز هي مشابهه للهوريزونتال ما عدا انه البريدج بيكونش ملون. وبعد ما وصلنا للنهاية بتمنى تكونوا استمتعتوا. Thanks for your attention. طبعاً thank you so much for your oral presentation. بداية بدنا نسأل أي طالب في عنده أي سؤال أو أي استفسار عن ال frame types and parts. اسأل. طيب إحنا بدنا واحدة تطلع تحكي لنا الخصائص الموجودة في النظارة هاي. من التمبل، من البريدج، من نوع الفريم. يلا مين يشارك؟ سمية. تمام. حكينا انه الفريم بتكون من نوعين، بتكون من جزئين مهمين، اول اشي الفرونت وثاني اشي التمبل. الفرونت بتكون من كذا مكون، عندي بتكون من البريدج، بتكون من الاي ويل، بتكون من الاند بيس. تمام. فيها حكينا الشيلد، هي تقريبا بتحمل التمبل، هذا كان قديما. اما هلقيت من ناحيه جماليه بينحط، مش في كل النظارات يعني بيكون انه من ناحيه انه بيحمل التمبل. عندي كمان عندي هنا التمبلز بتكون من هان، من البند اللي هي بتتصل مع الفرونت، بتكون من الشنك اللي هي بين البوت وبين البند، عفوا هان البوت. البند هو اول انحناء للاذن. اما هان من اللي بيتكون من الاير بيس اللي هي الانحناء اللي بيجي على الاذن. هذا نوع الفريم عندي كومباينيشن، لانه بيتكون من البلاستيك وبيتكون من الميتال، فهذا حيكون كومباينيشن. في سؤال ثاني؟ تمبل شنو؟ بلاستيك. تمام. وهان كومباينيشن لانه بيتكون من الميتال ومن البلاستيك. طب النوز باند. تمام. عندي هان موجود النوز باند، لانه هان عندي ميتال، فباغلب حالات النظارات اللي بتكون ميتال بيكون لها نوز باند عشان انه يتلاشى اي حساسيه او اي تاثير للبيشنت، خاصه البيشنت اللي بيكون عنده حساسيه من الميتال. تمام. خلاص يسلم. تحيه لك. خلاص تسلم. في اي سؤال ثاني؟ طيب انا في عندي بس سؤال هيك جنرال كويشن، يعني من خلال الان الشرح اللي شرحتوه. طبعا بدايه يعني اورال برزنتيشن كثير رائع، الفيجر كثير حلوه وواضح كثير بعتقد للجميع. Are you agree with me؟ Yes. تمام. الان انا في لو وحده فيكم بتشتغل في مركز بصريات وحبيت الان تمام اطلب منها انه تديني اطار بمواصفات معينه، ايش الخصائص تاعت الاطار اللي بتلاحظوا انه هي تعتبر البيست اوبشن يعني بالنسبه لي او لاي طالبه تختاروها؟ يعني الان مثلا هي عندنا مريم، تمام، الان هي حابه تاخذ اطار لكن بدها تسمع منك كاخصائيه بصريات، ايش البيست اوبشن لاطار تختارينها اياه من الاطارات اللي عندكم؟ تمام. اول شيء ممكن نختار اللي بريحها، يعني كل انسان بيختلف النوز عن الثاني، يعني ممكن انه هي النوز باند ما ترتاحش عليه، السدل او الموديفايتس اللي ترتاح عليه اكثر. تمام. انا اول حاجه هحكي مريم على مريم تفضلي هناك لو سمحتي. الان بدنا تطلعوا في البيست اوبشن للبيشن، لافضل نظاره هي ممكن تختارها. ممكن من حسب الناحيه العلميه من الفيس تبع البيشنت، الفيس حسب الوجه والنظاره، اذا كانت في اطارات بتكون مربعه او دائره حسب الفيس ممكن نحدد. يعني هي وجهها مدور بينفعش نعطيها دائره مدوره. تمام. وكمان ممكن ناس مثلا وجههم ضعيف ما بينفع، او ناس وجههم مليان بينفع لهم مش بالنسبه لها مش البيست اوبشن. لا هي وجهها مدور. لا وكمان البريسكربشن نفسه
بدها مربع. تمام. حسب الريفراكتيف ايرور يعني. اذا اول حاجه ات ديبندز اون ذا ريفراكتيف ايرور. حسب الاي بي دي كمان الاي بي والاوبتكس بتاعها. طيب شغله ثانيه حسب الفيس فيشرز. تمام. الشغله الثالثه ايضا الكومفورتبل يعني حسب الريفراكتيف ايرور اللي عندها. طيب التمبل هل ممكن تدوها بلاستيك ولا البلاستيك اذا كان عندها حساسيه اذا كان عندها حساسيه الارجيك من الميتال ممكن نعطيها بلاستيك او نحط على الميتال الميتال اللي هو قطعه بلاستيكيه. تمام. وممكن انه اذا كانت هي بتستخدم النظاره كثير يعني فهي كل البلاستيك اريح لها. طيب من ناحيه النوز باد هل بتوفر لها النوز باد ولا يعني الافضل انه يكون في لها نوز باد ولا لا؟ ليش طيب؟ لانه يعني حيرفع الاشي يعني هي دخلنا جوا هو رفعها الموديفايد سادل عندها النظاره رفعها لقدام يعني كثير هي الترفيع عندها المنطقه هاي فانه الموديفايد سادل عريض فهي النظاره الباك بيرفكت عشان الباك بيرفكت سيستم طيب اذا كان في عندها هاي ريفراكتيف ايرور دائما الافضل انه ندي للبيشن موديفايد اللي هو سادل. تمام. ليه؟ لانه لو حطينا النوز باب حيصير هناك في ايش؟ ضغط على الكريس. تمام. قول. وبالتالي هذا ممكن يؤدي لايش؟ يعني معلش بالضبط انه ممكن بعد ذلك اللي هو يؤدي انه صداع للي هو المريض او ممكن اللي هو ثقل على الكريس. تمام. فالافضل انه تكون متاوت نوز باب. طبعا في نهاية المحاضرة بنشكر الطالبات اللي قدموا الأورال بريزنتيشن وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله حنكون مع مجموعة جديدة في موضوع آخر إن شاء الله. يعطيكم العافية.